مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من احداث واصداء. الاف الانتهاكات طالت حقوق الانسان في اليمن منذ عام 2011 حتى الان، وصلت لاكثر من 17,000 حاله انتهاك. هذا ما خلص اليه التقرير الثالث للجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الانسان. احصى التقرير 20 نوعا من الانتهاكات، شملت قتل المدنيين والتصفيات الجسديه والاخفاء القسري والاعتقال خارج اطار القانون والتعذيب الجسدي. وبحسب التقرير فقد توزعت مسؤولية الانتهاكات بين ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح بنحو 2500 حالة انتهاك، تلتها قوات الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بأكثر من 1500 حالة انتهاك، وأطراف أخرى لم يسميها التقرير مسؤولة عن نحو 160 حالة انتهاك. من جهة أخرى حذرت منظمة سام للحقوق والحريات من تنامي الانتهاكات من جانب قوات النخبة الشبوانية التي تم تشكيلها بدعم من دولة الإمارات، حيث طالت الانتهاكات أفراد بينهم نساء وأطفال في محافظة شبوة اليمنية. كما وثقت المنظمة 19 حالة انتهاك طالت صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في مدينتي تعز وشبوة، وحالة واحدة في مدينة الحديدة. مشهد مأساوي وسوداوي يبدو الخروج منه بعيدا. كيف سيتم محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن، ومن سيحاسب من، وماذا بعد الرصد والتوثيق هذه العمليات المستمرة من قبل هذه المنظمات؟ من سيختص لهؤلاء الضحايا؟ وماذا عن التحالف العربي الذي من المفترض أنه جاء داعما لاستعادة الشرعية اليمنية، وإذا بالسجون السرية تفتح واستهداف طيران التحالف للمدنيين يمضي بغير حساب؟ هذا موضوعنا لهذه الحلقة، وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو دكتور حميد الشجني الباحث الأكاديمي، أهلا وسهلا بك. كما أرحب بضيفي من فيينا توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام للحقوق والحريات، أهلا وسهلا بك سيد الحميدي. دكتور حميد، يعني أكثر من 17,000 حالة انتهاك، هذا بحسب تقرير اللجنة الوطنية، ماذا تقرأ في هذه الأرقام؟ والله يقرأ الواحد فيه يعني مدى الانحدار التي وصل إليه الوضع اليمني، وفي المقابل أيضا يعني يؤدي إلى نوع من الحزن والأسى أن هناك ما يدعى بالشرعية أتت لإنصاف اليمنيين أو لتخليص اليمنيين من انقلاب الحوثيين ومن يساندهم، ولكن للأسف نجد أن هؤلاء لهم أطماعهم الشخصية، فبدل أن يكونوا قدوة وأن يكونوا محررين وأن يصبح يعني بقية المناطق تسقط عن طريق القدوة، نجد أن هؤلاء لا يهبهوا بحالة اليمنيين، ويعاني اليمنيين الأمرين تحت حكمهم كما يعاني الإخوة في من الذي تحت حكم الإنقلابيين الحوثيين. أنا لا أستغرب بالنسبة للإنقلابيين الحوثيين ومن يساندهم في الحالات التي تنتهك، لأن هؤلاء لم يحترموا سيادة الدولة في البداية، وقاموا يعني بعملية اغتصاب السلطة اغتصابا يعني غير سليم، فأي معارض لهم يعني معروف أنه سيكون نتيجته السجن والتعذيب والقسري. بس الذي يستغربه يعني بحقيقة الدول ما تسمى يعني دعم الشرعية أو السلطة الشرعية، كيف يعني لك أن تبرر للآخر أنك منقذ؟ كيف لك أن تبرر للآخر بأنك هنا لدعمه ويعني وعملية تحرير الأجزاء الأخرى، إذا أنت الأجزاء المحررة تقيم فيها المعتقلات والسجون والتعذيب وما إلى ذلك. في المقابل يعني هذا يردنا يعني مرة أخرى إلى النوايا التي لم تكن حسنة في عملية يعني ما يسمى باستعادة الشرعية. الدول التي أتت إلى اليمن كان لها أجندتها الخاصة من قبل الحرب، ونفذتها بعد الحرب بطريقة سلسة جدا جدا، يعني استيلاء على المواني وعملية يعني. لكن هل تبرر هذه النوايا وهذه الأجندة الانتهاء؟ أنا لا أبرر شيء، وما أقول أن هناك يعني هناك عملية يعني قرارات غير سليمة اتخذت، مع أنه كان معروف وشاهد للعيان أن النوايا غير سليمة، يعني عملية الالتجاء إلى ما يسمى بالحلفاء والتضويل للحلفاء وأنه حلف واحد عربي سينقذ اليمن، اتضح ما فيش كلام هذا يعني، وكان هذا معروف لأن كان فيه اتفاقيات مبرمة مع النظام السابق في بخصوص المواني وكانت مجحفة في حق اليمن. الناس هؤلاء أتوا إلى اليمن بنية غير سليمة، ليش تستدعيهم الآن؟ في المقابل عملية يعني السلطة الشرعية لا تستطيع أن يعني تمنح هؤلاء من الانتهاكات، لا تستطيع أن تفرض سلطتها على أرض الواقع.
فللأسف يعني اليمن الآن أصبح مرتع لمن هب ودب، مرتع للانتهاكات، مرتع لل يعني إيه أشياء يعني إيه لا تخطر على البال والخاطر. يعني ما نأمل فيه أن يكون هناك الآن في الرصد جميل جدا جدا، بس يعني التاريخ كفيل أن يكتصر اليمنيين. اليمنيين يعني هم على مدى التاريخ يعني أقوياء. يعني أنا أذهب لي نعم أذهب لي فيينا مع سيد توفيق الحميدي مسؤول الرصد بمنظمة سام. سيد الحميدي، أرقام مخيفة نشرتها اللجنة الوطنية في اليمن، أنتم أيضا لديكم تقارير مختلفة، أحصيتم في يونيو الماضي 550 حالة انتهاك توزعت مسؤوليتها بين الحوثيين والمخلوع صالح وأيضا قوات التحالف والقوات الحكومية. اللجنة الوطنية أيضا حملت هذه الأطراف المسؤولية، كيف تصف لنا المشهد؟ أخي الكريم، المشهد كما ذكره الأخ سوداوي، اليمن للأسف الشديد تحولت إلى صالة كبيرة ومغلقة من الانتهاكات. الكل يمارس الانتهاكات ضد خصومه الواضحين أو ضد خصوم مفترضين أو خصوم وهميين، وبالتالي الكل يمارس الانتهاك ضد المواطن المسكين. هم يتقاطعون في مصالحهم لكنهم متفقون على هذه الانتهاكات ضد الإنسان. الانتهاكات في اليمن اليوم لا تخلو منها أي محافظة، سواء صعدة أو حضرموت، سواء المناطق المواجهات العسكرية المسلحة والتي قد يدعي كل طرف يختلف مبررات بظروف استثنائية، أو المحافظات التي فيها استقرار نوعا ما لأحد الأطراف. هنالك انتهاكات مستمرة في دمر وهي تحت سيطرة الحوثيين على سبيل المثال، وانتهاكات مستمرة وفظيعة أيضا في محافظة إب وهي مستقرة أيضا وتحت سيطرة الميليشيات، وأيضا في الأمانة العاصمة. من ناحية المقابلة هنالك انتهاكات في محافظات مستقرة، الأصل أيضا للحكومة الشرعية، هنالك انتهاكات موجودة في عدن، وربما اليوم وصلت لي حالة جديدة عن حالة تعذيب حتى الموت في أحد سجون الحزام الأمني. كان هنالك عمليه اغتيال امس او قبل امس لاحد رجال الامن بصوره لا يقبلها عقل ولا منطق. وهنالك انتهاكات في شبوه من قبل قوه النخبه الشبواميه لافراد من قبيله العولقي دون تمييز بين النساء واطفال، وهي تحت سيطره الحكومه الشرعيه. في ايضا هنالك في المخاء انتهاكات بعد سيطره الحكومه الشرعيه، وهنالك انتهاكات قبل تحت سيطرة ميليشيات الحوثي نفسها. وبالتالي اليوم المشهد اليمني للأسف الشديد يدمي القلب، لأن كل الأطراف اليوم تحللت تقريبا من التزاماتها بالمواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية، وأعتقد أن هنالك رخاوة نوعا ما من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وغياب خطاب حازم في تحميل هؤلاء الأطراف مسؤولية ما يجري في اليمن بصورة واضحة ومسؤولة. طيب إذا كان مبررا كما قال الدكتور حميد الشجني ربما أن تقوم ميليشيا الحوثي أو قوات الصالح يعني بانتهاك حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها بحكم أنها انقلبت على الدولة، ما الذي يبرر للحكومة اليمنية لقوات الشرعية أو لقوات التحالف أن يتم انتهاك حقوق الإنسان في مناطق مستقرة كما أسميتها محررة تم إعادة السيطرة عليها من قبل القوات الشرعية؟ أخي الكريم، ما أريد أن أوضحه، لا يوجد أي مبرر لانتهاك حقوق الإنسان. حتى الميليشيات هي بموجب القانون الدولي مسؤولة كاملة عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية أمام المواطنين، بمعنى أن ميليشية الحديدة مساءلة بموجب القانون الدولي عن أي انتهاك، إضافة إلى الحكومة الشرعية مسؤولة عن أي انتهاك، إضافة إلى أن أيضا الحكومة الشرعية في مأرب هنالك حالة موثقة في مأرب عن وفاة بعض السجناء في داخل سجون الحكومة الشرعية، وهؤلاء سيكونوا مساءلين. بمعنى اليوم لا يوجد أي مبرر لأي طرف كان، وأي ظرف استثنائي يمكن يتعلل به طرف من الأطراف محكوم بموجب الاتفاقيات الدولية التي يجب على جميع الأطراف أن يلتزموا بها، وأي اعتقالات خارج القانون يجب أن يعلم بها الصليب الأحمر ويعلم بها الجهات المعروفة في هذا الجانب لتخفيف حدة الانتهاك.
من المستهدف يعني بهذه الانتهاكات؟ إذا تحدثنا مثلا عن يعني ذكرت أنت شبوة مثلا عائلة العولقي، لماذا هذه العائلة؟ ذكرت في عدن الانتهاكات هذه تطال أفراد، هل بناء على توجهاتهم السياسية، هل بناء على مخالفتهم أو معارضتهم للحكومة الشرعية في مأرب؟ لماذا فرضا يتم احتجاز أشخاص في إطار خارج القانون وتنتهك حريتهم؟ من هم هؤلاء؟ يعني ما هي خلفياتهم؟ طبعا الأسباب، كل طرف يحاول أن يختلق أسباب معينة. في عدن على سبيل المثال هنالك تهم جاهزة باسم الجماعات الإرهابية والجماعات التكفيرية. في محافظة شبوة قبيلة العولقي هي قريبة، والكل يعلم أنور العولقي القيادي السابق في القاعدة ذو الجنسية الأمريكية، وتم اعتقال هذه الأسرة ونقلها بطائرة إلى داخل قاعدة عسكرية للتحقيق فيها. ونحن في بياننا طالبنا بكل وضوح الحكومة الأمريكية أن توضح لنا دورها في مثل هذه الانتهاكات. في محافظة مأرب على سبيل المثال البعض يتم الاشتباه به بأنهم من المتعاونين مع جماعة الهوثي التهمة الجاهزة، ويستمر في السجن ما يقارب السنة ويموت داخل السجن. ما هي أسباب هذه الوفاة؟ كل يدعي، لكن بالنهاية أن يبقى شخص ما يقارب سنة ونصف دون تقديمه للمحاكمة ودون التحقيق معه تحقيق جدي، ثم بعد ذلك تعلم أسرته بأنه مات دون تشريح طبي حقيقي لمعرفة أسباب الوفاة، انتهاك واضح لحقوق الإنسان. الحوثيين تهمهم جائزة، الدواعش إلى غير ذلك. اليوم لا توجد مبررات حقيقية غير تهم الإرهاب الجائزة، والحقيقة أن هؤلاء كل يسعى لتعميق أو لفرض سيطرته على الأرض التي يسيطر فيها، ويحاول تسميم بين قوسين الأفواه التي يخشى منها ويلبسها التهمة التي يريد أن يلبسها وينتهك ما يريد من هذه الانتهاكات. نحن بعد صدور تقرير السجون السرية كشفنا عن طباع مخيفة، لم يكن الآن الناس يتوقعوا أن يحدث هذا الأمر داخل مناطق الحكومة الشرعية، والتي من المفترض أن تلتزم بأعلى درجات المعيارية في حقوق الإنسان. حكومة الشرعية قبل أن تقدم الصورة الأجمل في الحفاظ على هذا الإنسان، في الحفاظ على حقوقه، في الخشية عليه، في تدليله بشكل عام. لكن للأسف الشديد اليوم الجميع يتساوى. طيران التحالف نحن في عدة مرات نطالب هذه الطيران، في كل تقرير تقريبا ستجد هذا البند بمراجعة قواعد الاشتباك. لا يجوز مطلقا أن تقصف مناطق يشتبه داخل المناطق السكنية أو يوجد فيه شبهة 1% أن يكون فيها مدني. لا يوجد أي مبرر أن تقول أن هنالك مخزن للأسلحة، أن تقول هنالك دبابة مخزونة في هذه المناطق. حياة الإنسان مقدمة على أي أهداف عسكرية في كل مكان، واضح، سواء في صنعاء، نعم، في صعدة، في تعز، في أي مكان. طيب دكتور حميد، يعني يبدو أن التهم جاهزة سواء كانت في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، الاتهام بالقاعدة أو داعش، المناطق التي تسيطر عليها القوات الشرعية، الاتهام بمساندة أو بالتعاون مع جماعة الحوثي، يعني التهم جاهزة لدى جميع الأطراف. يعني كيف يمكن أن يتم التعامل في ظل هذا الموقف، ومن يتحمل المسؤولية برأيك؟ هو يعني في الحقيقة يعني عملية يعني التهم هذه جاهزة وليست مبررة، وأنا لا أبرر الحوثيين، ما قلته يعني وأقوله يعني أن الحوثيين هم انقلابيين لا يؤمنوا يعني بالقانون الدولي ولا بمفردات القانون الدولي، بحكم أن هناك سلطة شرعية والقانون الدولي ينادي يعني يأمرهم بتسليم السلاح وإخلاء المدن وما إلى ذلك ولا يلتزموا، تمام، وفوق هذا كل فلا يستغرب منهم الأعمال التي يقوموا بها. بس المقابل وهذا ما قصدته يعني في هذا ما في قصده، نعم. أما بالنسبة للعملية يعني الجانب الآخر يعني تمام، أنا متفق مع الأخ الفاضل توفيق، يعني أن الذي يتم في بالنسبة ما يسمى بالشرعية هذا يعتبر يعني خزي ووصمة عار، لأنه عملية المفروض تقدم نموذج جيد. لكن للأسف يعني إحنا أحيانا لا نسمي الأسماء بمسمياتها. الشرعية لا وجود لها على الأرض، الشرعية هي موجودة الآن في الرياض ولا تحكم عدن. الشرعية لا تستطيع أن تعود في حد ذاتها إلى الأجزاء المحررة. الناحية الثانية عملية يعني يعني يوجد تواجد دكتور، يعني تواجد الحكومة موجود في، نعم، الحكومة
الحكومة يعني. بينما رئيس الجمهورية لم يستطع العودة إلى حتى الآن، ولم يستطع حتى إذا دخل عدن يجب أن يأخذ تصريح في دخول بهبوط طائرته في مدار عدن. تمام. الناحية الثانية لا 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 والأهم، يعني نحن دائما نتكلم عن يعني الشرعية ولا للحوثيين وعلي عبد الله صالح تمام، من هم الشرعية؟ إذا أخذنا يعني الشرعية هم يعني علي عبد الله صالح حكم اليمن لمدة 33 سنة تمام، وكانوا هؤلاء الذين في الشرعية هما العينان التي يرى بهما والإذنان التي يسمع بهما. طيب واليدان التي تطلش بهما. لماذا يتم تجاهل النداءات المتكررة يعني كما قال ضيفي من فيينا، في كل تقرير يتم إصداره يتم مطالبة التحالف أو الحكومة الشرعية بمراعاة حقوق الإنسان، بمراعاة القوانين والعراف الدولية التي تعلق في هذا الجانب سواء في قواعد الاشتباك أو في استهداف المناطق المدنية، لماذا هذا التجاهل لهذه التحذيرات والمطالبات؟ لأنه شوف الجهات الدولية اللي نسميها يعني الجهات الدولية، من هي الجهات الدولية؟ ما فيش يعني حاجة اسمها المجتمع الدولي إنه عبارة عن دولة في حد ذاتها. المجتمع الدولي هو عبارة عن دول لها مصالحها الخاصة والتي تريد يعني تنفيذها في المنطقة. لا يهمها يعني حقوق الإنسان وما حقوق. إذا كانت أمريكا نفسها هي التي يعني بترسل الآن عمليات يعني واضحة تمام، الميليشيات بتاعها وما يسمى بالقوة التدخل السريع وإطلاق النار وإرهاب الناس والقتل يعني بدون محاكمات، وهذا مش موجود في أي قانون في الدنيا إلا في اليمن. أمريكا تستخدم اليمن كأنها يعني زريبة تمام، بتقتل من تقتل. فمن الذي سيحاكم؟ لأنه البقية بيقولوا الأمريكا بيقولوا أوكي إذا أنتم هتحاكمون على انتهاك حقوق الإنسان، ما أنتم بدون حقوق الإنسان. بالمقابل إذا نزلنا على الدول يعني اللي بنسميها الدول يعني العظمى في المنطقة تمام، السعودية على سبيل المثال كان في إحدى التقارير تاع الأمم المتحدة رصد السعودية في البلاك ليست بتاع إنتاج حقوق الإنسان فيما يخص الأطفال. السعودية هددت وقطعت المساعدة وشالوا الاسم اليوم الثاني. فالكل متفاهم على الكلام هذا إنه ما فيش، هم عارفين ما فيش أحد يعني حي يعني إيه يعني لا يوجد جدية في التعامل معها بالضبط يعني. ولذا إذا كانت الأمم المتحدة يعني فقدت مصداقيتها، هؤلاء الناس يعرفوا الكلام هذا. طيب. وعلى هذا الأساس يتصرفوا وللأسف. نعم. يعني أرحب بانضمام الدكتور عبد الوهاب العوج الأكاديمي والأستاذ الجامعي في جامعة تعز معنا من هناك من تعز. دكتور عبد الوهاب أهلا وسهلا بك. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم جميعا. اهلا وسهلا دكتور عبد الوهاب، وانت تتابع التقارير المختلفه التي تصدر والتي ترصد حاله انتهاك حقوق الانسان والارقام، هذه الارقام المخيفه تعزنا لها الكثير، وما زال يعني الحصار والاستهداف المدنيين، منظمات دوليه عديده تحدثت عن استهداف متعمد للمدنيين بارقام محدده ومعينه، هل تكفيكم حاله الرصد والمتابعه والتوثيق هذه برايك؟ أظن أنها تكفي، لأن هناك في إجمال لمدينة تعز تحديدا محافظة تعز وما يحدث فيها، لأن المدينة محاصرة بطريقة غير مبررة وهناك قصف يومي واشتباكات، ولا ينظر للمدنيين الواقعين في مناطق الاشتباك بأي نظرة إنسانية لتدخل أطراف دولية، الصليب الأحمر، المنظمات الدولية مهملة محافظة تعز وما يحدث فيها باعتبارها كأنها منطقة ساحة حرب، وهي الحقيقة هي عبارة عن مناطق مدنية يعني يحدث فيها قتال، وتجد أن الميليشيات وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح تستهدف مدينة تعز بأسلحة معلوم أنها لا يمكن أن تصل إلى أهدافها بدقة، فهي تخطئ الهدف لمسافات بعيدة، وقد حدثت فيها تفاصيل صوري لكثير من المآسي التي حدثت خلال العامين والنصف. لكن الذي يقال يعني في هذا الجانب أن تعز أصبحت يعني يضيق على أهلها في محافظة تعز ومدينة تعز ومديرياتها من خلال يعني عدم وصول كل ما يديم الحياة من وسائل، أيضا الانتقال بين المناطق أصبح بصعوبة شديدة، ما هيش عن عدم وجود أمان، وممكن أن يقتل شخص وهو منتقل من منطقة إلى أخرى أو يعود مثلا من مناطق معينة، فأصبح تصل إلى مدينة تعز قبلها بدقائق تضطر أن تسير في طرق ملتوية قرابة 6 ساعات. هذه بحد ذاتها يعني أثقلت على المواطنين وأدخلتهم في مآسي كثيرة، ناهيك عن الاعتقالات العشوائية، اعتقل الشخص، اعتقل عدد من أكاديميين جامعة تعز، ولعلكم تذكرون يعني اعتقال الدكتور عبد الله البيثاني واعتقال الدكتور ياسين القضاطي واعتقال الاستاذ محمود القذفي وغيرهم، يعني كنا نطالب كنقابه بان نطلقوا لانهم غير مبرر، ومعاناه شديده يعني اعضاء التدريس فيهم من قتل، الدكتور جميل الاسوري فيهم من اصيب، لانه الاشتباكات واقعه في المناطق
وتصل لمدينة سعد من كل مكان التسليم وغيرها، ولا تميز بين أحد، الطفل أو امرأة أو مدني أو إنسان مختبئ في منزله. فأقول أن اليمن وتعز يعني لم تمر بها يعني مثل هذه السلوكيات التي يعني كعرف يمني وكعادات وكمسلمين لم يكن تستخدم، حتى الاعتقالات بطريقة لا تفهم لماذا اعتقل، لماذا يعني مجرد المشاهد ممكن أن تعتقل بأبسط الأسباب، ممكن أن تدخل السجن فترة طويلة ويستهلك مبالغ طائلة حتى يخرجوك. فأقول طيب. أن المأساة شاملة، لكن يزكي ما ذكره ضيفيك من أن الشرعية يجب أن تضرب نموذجا وأن يكون لها دور فاعل في منع أي قوى. طيب دكتور عبد الوهاب، يعني لا تقتصر المعاناة في تعز كما ذكرت فقط على القذائف أو القناصة أو غيره، وإنما أيضا المعاناة التي يعانيها المواطن بسبب الحصار، لكن كيف تنظرون إلى الاتهامات التي توجه للحكومة الشرعية وللأطراف التابعة لها ولقوات التحالف أيضا بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام وربما في تعز أيضا؟ يا أخي شوف، أنا أقول لك يعني بصراحة المتتبع للأمر واليمنيين يعرفون أنه لا توجد مقارنة ولا هناك أي نسبية بين ما ارتكبته بعض الفصائل من ما يسمى بالمقاومة أو ما يسمى بقوى مساندة مسنودة من التحالف بما قامت من ميليشيات وقوات أيصال من اعتقالات يعني بالآلاف، يعني اعتقلوا أكاديميين، أطباء، مهندسين، صيارفة، بنكيين، معلمين، وبعضهم قتل داخل السجن الاعتقال. لكن نقول أن هذه الممارسات ولو كانت بنسبة بسيطة من قوى الشرعية والتحالف لكنها مدانة ومدانة بشدة، لأن نحن نهدف من هذا كله أن تعود الدولة المدنية وأن يرجع الوضع إلى سابق عهده وأن يعود الرئيس المنتخب وأن تعود الشرعية وتعطي صورة مشرقة لما نطمح إليه، لا أن تقوم بأي عمل يقول الطرف المنقلب انظروا ماذا يعملون، احنا بالنسبه لنا هو نعمل حاجتهم يعملوها. لا، عدم المقارنه، لو قلت نسب او افراد او اعداد فتجد مفارقه كبيره، لكن رغم ذلك نحن ندين الاعتقال من اي طرف كان لاي شخص بالتهمه بالشبهه يعني النقاط المتعدده الموجوده في كل المحافظات المحرره تدل على ان لم يستتب الامر وان الحكومه الشرعيه ضعيفه في سلطاتها التنفيذيه وفي اداره المناطق المحرره، ومطلوب منها النزول والعمل وبذل الكثير من الجهود ولمنة الاطراف واعاده الميليشيات لضمهم للجيش والداخليه، لانها النكبه هذه ستولد لنا مشاكل طويله. يعني تقرير اللجنه الوطنيه دكتور يعني احصى اكثر تقريبا حدود 1500 حاله انتهاك مسؤوله عنها الحكومه الشرعيه وقوات التحالف في مقابل 2500 انتهاك لجماعه الحوثي وقوات المخلوع صالح، هذا في فقط يعني لذكر مع هذه الاعداد جمله وتفصيلا. الفارق كبير، يعني لا يمكن ان تقارن واحد الى 199%، لانه حتى اللي يرصد بسيط وامره يعني كثير من القضايا اللي يعتقلوا الان يعتقلوا الناس على قضايا مدنيه ويسجلون بالامن السياسي ومرافق يعني فريد احيانا تعتقل في سجن ما يعرفوش اهلك وين انت مسجون. هذه المشكله، يعني المقارنات والرصد هذا لانه ما مغيب مش حقيقي ولا يمت للواقع بصله. فارق كبير بين ما يحدث في تلك المناطق المحرره وبين ما يحدث في المناطق المسيطره من قبل الانقلابيين وقوع الفاله. نعم واضح دكتور، شكرا. نعم شكرا جزيلا لك دكتور عبد الوهاب العوجل الاستاذ في الاكاديمي في جامعه تعز، كنت معنا من هناك من تعز. وبمناسبه الحديث عن حالات الرصد والتوثيق وهذه الارقام ومدى دقتها، اعود الى فيينا مره اخرى مع سيد توفيق الحميدي. كيف تتم عمليه الرصد بالنسبه لكم توفيق؟ ويعني يبدو ان يعني هناك من يشكك في هذه الارقام ومدى دقتها، خصوصا مع حاله الحرب التي تعيشها اليمن وصعوبه التنقل في المناطق ورصد هذه الحالات. طبعا ما اريد ان اؤكد عليه في البدايه الى انه الرصد لا يمكن ان يشمل كافه اراضي الجمهوريه اليمنيه، هنالك مناطق من الصعب الدخول اليها الوصول اليها كراصدين مثل محافظه صعدة ومحافظه حضرموت محافظة أبيان إلى غير ذلك، لكن أقول نحن لدينا متعاونين في كل محافظة هذا بلا استثناء. عملية الرصد تتم كالتالي، نحن لدينا فريق رصد منتشر تقريبا في ما يقارب 18 محافظة، لدينا ما يقارب 25 راصد، إضافة إلى أنه لدينا ما يقارب من 30 متعاون بصورة أو بأخرى
هؤلاء يرصدون كل ما تتم فيه من خلال الانتهاكات الموجودة على الأرض. ترفع إلينا الانتهاكات، نحن كمنظمة، أنا كمسؤول رصد وتوثيق، نقوم بعملية عكس هذه الأرقام أو الوقائع التي تصل إلينا إلى مسؤولي كل محافظة على حدة، بحيث نقوم بالتحقيق فيها. نحن نبحث عن صحة المعلومة من أكثر من مصدر، وبالتالي نعمل عملية مقارنة خاصة في القضايا التي يتم التحقيق فيها. عملية بقية عملية القتل أو المتعلقة بالقتل نحن نلجا الى المستشفيات كجهه رسميه نحصل فيها ذلك، نتواصل مع اهالي الضحايا انفسهم، اضافه الى الرصد المباشر من شهود العياد اللي يتم نقلها بصوره مباشره. وهذا عمليه معقده بقدر الامكان، لكن نحن نقول ان عمليه الرصد والتوثيق اليوم تستطيع ان تقدم مقاربه شبه صحيحه، يعني مقاربه بنسبه 80% للواقع المأساوي الموجود على الارض. يعني نفهم أن الأرقام أكثر من ذلك توفيق. نعم بالتأكيد 100% أن الأرقام أكثر من ذلك بكثير، خاصة في المناطق النائية والمناطق البعيدة وإلى غير ذلك، لكن ليست بعيدة بالصورة الكبيرة. اليوم في ظل انتشار وسائل الاتصالات الواتساب الانترنت التلفون إلى غير ذلك، أعتقد أن أي انتهاك يصل ولو بعد حين، وبالتالي المقاربات اليوم بسيطة. طيب. في عملية الفوارق. نعم. أنتقل معك توفيق إلى الموضوع حول السجون السرية. أنتم ذكرتم في عدة تقارير لكم حول وجود سجون سرية في اليمن تتبع لقوات الحزام الأمني في عدن أو قوات النخبة الحضرمية في شرق اليمن في حضرموت. هذه السجون كيف توصلتم إليها؟ تحدث أنها أحدثت ضجة، أم المتابع للشأن اليمني تفاجأ بوجود هذه السجون من قبل قوات يعني مختارة ومنتقى؟ ما الذي تم في هذا الإطار؟ هل تم الكشف المزيد من هذه السجون؟ هل تم إغلاقها؟ ما هي تفاصيلها؟ طبعا قضايا السجون السرية في جنوب اليمن، نحن كمنظمة أو أنا يعني كمنظمة نتابع هذا الملف منذ ما يقارب 7 أشهر بالتحديد. نحن كان لدينا تواصل مع بعض المفرج عنهم، استطعنا أن نوثق حقائق، نوثق شهادات، ثم بعد ذلك بدأنا نتحقق من هذه المعلومات الموجودة على الأرض ونبحث عن مزيد من المعتقلين السابقين. ووجدنا أن المعتقلين لم يكونوا في سجن واحد، توزعوا هؤلاء المعتقلين على مجموعة من السجون، كل قدم شهادته من السجن الذي كان فيه. تواصلنا مع مجموعة من الناشطين حقوق الإنسان الموجودة على الأرض، تأكدنا من بعض البيانات، تحركوا على الأرض لتأكيد أكثر من بعض هذه السجون، ثم وصلنا إلى هذه النتيجة. قضايا السجون السرية حقيقة أحدثت ضجة، وتعرضت المنظمة والعاملين في المنظمة بصورة شخصية لهجمة إعلامية كبيرة، واتهموا بالتطرف، واتهموا بالإرهاب، واتهموا بكافة أنواع التهم، حاولوا تسييس هذه القضية، لكن حقيقة جاءت ضغوط من قبل من توفيق الحمودي؟ من الذي اتهمكم بهذه التهم؟ من الذي شكل عليكم ضغط؟ التهم في حقيقة الأمر هي جاءت من وسائل إعلام تتبعها دولة الإمارات بكل وضوح، يعني إضافة إلى وسائل إعلام تتبع بعض الفصائل الجنوبية، لكن هذا الأمر نحن لا نلفت لديه اعتبار، خاصة أن هناك منظمات دولية كبيرة ووكالة أنباء أيضا عالمية قاعدة لتؤكد كل ما ذكرنا. تقرير هيومن رايتس جاء بعد تقريرنا تقريبا بشهر كامل، أيضا اليوسف بريس أتت بتقرير أيضا في نفس يوم صدور تقرير هيومن رايتس، كلها جاءت متطابقة للبيانات وللمعلومات. طيب لماذا الإمارات بالتحديد توفيق الحميدي، يعني لماذا الإمارات بالتحديد ذكرت في هذه التقارير، وكيف توصلتم أنها هي من تشرف على هذه السجون؟ يعني هل تديرها مباشرة بحسب معلوماتكم؟ نحن أصدرنا التقرير الأول المتعلق بالسجون السرية في الجنوب في حقيقة الأمر، وهو الجزء الأول. الجميع لديه سجون سرية في اليمن، نحن الآن عاكفون وربما في المراحل الأخيرة عن إعداد التقرير الثاني عن السجون السرية في شمال اليمن، سواء السجون السرية لدى ميليشيا الحوثي أو لدى السلطة الشرعية موجود لديها سجون سرية. طبعا الإمارات هي المسيطرة على الأرض من خلال شهادة الشهود، نحن لم نأتي
بشيء من لدنا. نحن تحدثنا عن سجون موجودة أو تشرف عليها قوات عسكرية، هذه القوات العسكرية معروفة للقاصي وللداني أنها تتبع أو تدير أو تشرف عليها من قبل قوات التحالف وقوات الإمارات، سواء في حضرموت أو سواء في عدن. وبالتالي نحن لا توجد لنا خصومة مع الإمارات أو مع السعودية أو مع جماعة الحوثي أو مع قوة الشرعية، نحن نتحدث عن وقائع موجودة على الأرض، ما ثبت لدينا على الأرض ننقله إلى التقارير ونكشفه إلى العالم. التقرير الجديد سيكتشف العالم أن هنالك تقارير، أن هنالك سجون بالعشرات، وفيما ولم يكن أحد يتوقعها. نحن عندما نتحدث عن سجون سرية نتحدث عن سجون بعيدة عن الأعين، عن عين القضاء، عن عين القضاء، عن المحامين، عن عين الناشطين، عن عين الأهالي، ويمارس فيه انتهاكات فظيعة فظيعة. وبالتالي واضح. لا نتحدث إلا عن وقائع موجودة على الأرض. دكتور حميد، كيف تعلق على ما استمعت؟ وبرأيك لماذا تطورت الإمارات في تهم كهذه وفي سجون سرية بحسب هذه المنظمات أنها تديرها وتشرف عليها عن طريق هذه القوات التي أنشأتها، وهي المفترض أنها جاءت لدعم استعادة الدولة، لدعم استعادة الشرعية في اليمن؟ والله أنا العملية ليست مستغربة مرة ثانية بالنسبة للذي يحدث يعني في السجون السرية في جنوب الوطن، لأن الهدف اللي وراء كل العملية في اليمن هي الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية لها الآن تسيطر على قاعدة العنت، ووجود الولايات المتحدة الأمريكية ليس لتحرير اليمن من الإنقلابيين ولا يعني محاربة الصفويين ولا لأي من هذه المسميات، وإنما لمحاربة ما يسمى بالإرهاب الإسلامي أو الدواعش أو القاعدة، سمي ما شئت، تمام؟ بدليل أن الولايات المتحدة الأمريكية في بداية المشاكل، ولسه عبد ربه هادي منصور ولسه في صنعاء، كانت تحارب جنبا إلى جنب مع الحوثيين في البيضاء، الطيران من الجو والحوثي من الأرض. الآن الأمريكان يعني إيه يكونوا تحت غطاء الإماراتيين المعسكرات السرية، تحت غطاء القوى الحضرمية، تحت أي غطاء آخر، بحيث يكونوا بعيد عن الصورة. ولكن دكتور، المعذرة، هذا هو الخطاب الذي تروجه جماعة الحوثي، أن أمريكا هي الموجودة في اليمن وأمريكا هي التي تحارب الشعب اليمني، وأن من يذهب ليقاتل في الجبهات هو يقاتل الأمريكي ويقاتل الإسرائيلي. يعني جماعة الحوثي تحمل أمريكا كافة المسؤولية. أنا لا أقول جماعة الحوثي تعاونت يا عزيزي الفاضل مع أمريكا في محاربة ما يسمى دواعش والقاعدة في البيضاء، وكان يعني في احدى اللقاءات هنا خلال كانت يعني لما تكلمنا مع احد يعني قادة الحوثي قلنا لماذا ذهبت الى الجنوب؟ قال لي محاربة الداعش. قلنا انتم لستوا دولة، مش مخولين. قال في حين امريكا يعني امريكا في حين كانت تدعم الحوثي من الجو. انا اللي بتكلم عليه ان امريكا عملت يعني معسكر غوانتانامو فين في كوبا، وحدث ضجة عالمية في انحاء العالم. الان امريكا تعمل معسكرات سرية في اوساط في يعني في في, في ديارنا موجودة الان في اليمن، وحتكتشف بعد فترة حيكون هناك معسكرات يعني ايه في السودان وفي يعني ايه في الصومال وفي اي في الصومال ايضا اريد يعني نشر عن الكلام هذا، وفي اي مكان اخر. الان اصبح الغذاء اخر يغلفوها يعني تحت الحمايه الحضرميه، تحت يعني التدخل الاماراتي، كل يخدم يعني المصلحه الاولى وهي امريكا تحارب القاعده في اليمن. فالان يعني عمليه الضحك على الانفس انه يعني انت تعمل الولايات المتحده يعني في الاخير هي المسؤوله عن الولايات المتحده تستفيد او الولايات المتحده تستفيد من تجاربها. لما عملت يعني معسكر غوانتانامو مش عايزه تكرر مره ثانيه، فاوجدت معسكرات في كل البلدان الفاشله، يعني اللي يسمى بالبلدان الفاشله زي اليمن، زي العراق، زي الصومال، طيب. زي سوريا، هذا موجود عندها معسكرات. واضح. اذهب الى عدن مع الكاتب الصحفي فؤاد مسعد. مرحبا بك فؤاد، وسؤالي حول استقبال المواطن اليمني والمتابع للشأن اليمني وسائل الإعلام لهذه التقارير التي تتحدث عن آلاف من حالات الانتهاك، سواء من أطراف جماعة الحوثي أو من قوات الشرعية، سواء في عدن أو في المناطق المحررة الأخرى أو في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، كيف يتم استقبال هذه الأرقام؟ مرحبا بك أستاذ المتابعين والمشاهدين. في الحقيقة أن مثل هذه الأنباء يعني لا تضيف جديدا إسلاما، لأن البلد بالكامل يعيش حالة حرب مفتوحة وشاملة، يعيش حالة انتهاك بالجملة وبالتجزئة وبالتخطيط، وإن كان يعني ما يثير ويمسك الاهتمام في هذه الانتهاكات أو ما تشرف
عن انتهاكات عبر التقارير التي صدرت مؤخرا، هو كونها تأتي في مناطق يفترض أنها تتبع الحكومة الشرعية التي يعترف ويتعامل معها المجتمع الدولي، وكون هذه الانتهاكات صادرة عن قوى وجهات يفترض أنها داعمة للحكومة الشرعية، بمعنى أنها يفترض أن تكون داعمة للاستقرار وللأمن بشكل عام في اليمن. لكن ورود مثل هذه التقارير هو يثير القلق والمخاوف في أوساط اليمنيين. وبرأيك يعني في النهاية من سيحاسب من أمام هذه الانتهاكات إذا كان الجميع يقوم بهذه الانتهاكات والجميع لديه تهم جاهزة من كافة الأطراف؟ يعني مهما حصلت من انتهاكات لا يمكن أن نساوي الميليشيا الحوثي من جهة والحكومة الشرعية من جهة ثانية، لأن يعني ما وصلت البلد إلى هذا الجحيم وهذا الوضع المأساوي إلا بسبب انقلاب الميليشيا التي فتحت أبواب الجحيم على اليمنيين، فبالتالي لا يمكن أن نضع الضحية والجنات يعني في سياسة وفي الصواب واحد من المسؤولية. الميليشيات الحوثية هي التي يعني اقتحمت العاصمة صنعاء واقتحمت المؤسسات ولها يعني أجهزة الدولة وسيطرت على الجيش، وبالتالي فتحت يعني وصول هذا الصعيد الذي يتلقاه اليمنيون. ولكن بالمقابل على الحكومة الشرعية وعلى حلفائها في التحالف العربي ان يعني يكونوا جادين واكثر حسم في مساله الانتهاكات التي يعني باتت يعني تكشف خاصه بعد صدور قرارات صادره عن منظمات دوليه مختبره مثل منظمات العرب وهيومن رايتس ووتش، لانها يعني اكتشفت عن حقائق صادمه للراي العام في اليمن، وهي حقائق يعني لا يمكن تجاهلها او القفز عليها. لكن ملابسات الوضع في هذه المحافظات يعني لا تزال يعني تدفع باستمرار هذه التجاوزات واستمرار هذه الانتهاكات، لانه الحكومه يعني في وضع لا يسمح لها حتى بمحاسبه المسؤولين. الحكومه قبل اكثر من شهر شكلت لجنه للتحسين في هذه يعني في هذه التقارير وفي هذه الامتيازات، لكن وكان يفترض ان هذا التقرير يصدر بعد 15 يوم من تشكيل اللجنه، مر على تشكيل اللجنه اكثر من شهر ولم تتمكن من زياره هذه المعتقلات السريه، ولم تتمكن حتى من مقابله المسؤولين او حتى مقابله الضحايا. واليوم ما الذي يمنعها فؤاد؟ ما الذي يمنعها من مقابلة المسؤولين؟ يعني ما الذي يتحكم إذن في هذه السجون؟ لأن من يتحكم بهذه السجون يتبعون مباشرة يعني المسؤولين الإماراتيين، وهؤلاء المسؤولين اليمنيين هم يرون أنفسهم مسؤولين أمام يعني أمام الفتحية لهم ووضعهم، وهي يعني دولة الإمارات. وحصلت كثير يعني من المشاكل ويعني الصراع بين أطراف محسوبة على الحكومة الشرعية وبين الأطراف المدعومة من الإمارات، لأن هناك كثير من المراكز الأطراف المحسوبة أو المدعومة من الإمارات، وحتى يعني وصل هذا الصراع إلى مقاطعة عدن وأيضا في المينا وفي كثير من المراكز التي او المراكز التي تخضع لسيطره الامارات لا تتمكن الحكومه يعني من التحديث فيها، وكثير من الحكوميين لا يستطيع ان يزور هذه السجون والمعتقلات، وليس امامهم الا ان يتجاهلوا هذا الوضع او ان يعني يعملوا بعيد عن يعني الصدام مع الإمارات. واضح، شكرا. الوضع لا يسمح بالمكاشفة في هذا الموضوع.
نعم، شكرا جزيلا فؤاد مسعد كاتب الصحفي، كنت معنا من عدن. وأعود إلى توفيق الحميدي مرة أخرى، ماذا بعد حالة الرصد والتوثيق بالنسبة لكم في منظمة سام وبقية المنظمات العاملة في هذا الإطار؟ ما هي الخطوات التالية بالنسبة لكم؟ نحن بعد عملية الرصد والتوثيق، لأن عملية الرصد والتوثيق أهميتها أن أولا تحفظ حقوق الضحايا وتكشف للعالم الوضع المأساوي الموجود في اليمن. نحن الخطوة الثانية نحاول أن نوصل هذه أو نوصل هذه التقارير إلى أكثر من منظمة، سواء المنظمات الأممية أو المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان. واستطعنا أن ننشئ شبكة قوية إلى حد الآن في هذا الجانب لتوضيح الصورة التي كانت مغلوطة بصورة كبيرة عن اليمن وتبين كثير من الأوجه. الأمر الثاني، نحن نسعى في المستقبل مع شركاء لإعداد ملفات حقيقية إن استطعنا لتقديمها سواء أمام المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية ذات الصبغة الدولية، وهذه مرحلة قد تتأخر قليلا لأننا بحاجة إلى عمل تقني وفني نوعا ما. لكن نحن سندعو مع جميع كثير من الشركاء على أن تكون هذه التقارير أرضية للبناء عليها، سواء إن ذهب الناس إلى عدالة انتقالية بحيث نحفظ حقوق الضحايا وفق قانون يتفق عليه الجميع لمرحلة ما بعد الحرب وخروج اليمن من هذا المأزق، أو تبقى هذه الملفات تشكل أرضية قوية لمحاكمة كافة مرتكبي الحرب. لأنه بالنهاية المنظمات الدولية لا تمتلك قرارا سياسيا ضاغطا على المنظمات، ولا تمتلك قوة عسكرية لتأديب المنتهكين الموجود على الأرض. دورنا واضح، لإحراج كافة القوى، لبيان للعالم ما يحدث داخل اليمن، لوضع النقاط على الحروف، لكشف الحقائق كما هي، ليعرف العالم أن هنالك أرض واضح. شكرا. في جنوب غرب الجزيرة العربية اسمها اليمن يمارس فيها من الانتهاكات ما لم يسمع به الإنسان من قبل. شكرا جزيلا توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام للحقوق والحريات. دكتور حميد، اليمن يعني حرب وكوليرا وأزمة إنسانية، والآن سجون سرية وانتهاكات من أطراف عديدة لحقوق الإنسان، أين يكون المخرج برأيك؟ والله يا المخرج أعتقد يعني فيه، قرأت أنا تقرير يعني مؤخرا عن شرعب السلام في تعز، هذا قرية يعني عملت نموذج جيد جدا. اجتمعوا الأهالي يعني غاضبة تمام من جميع المنظمات والفئات والأحزاب، وعملوا صلح فيما بينهم أنه يجب تحييد المدينة هذا ولا الصغيرة أو القرية الصغيرة هذا عن جميع الصراعات. وأعتقد أنه في الأخير أن اليمنيين حيأخذوا المبادرة، زمام المبادرة بأنفسهم إذا تم عملية الاتفاق في تعز على سبيل المثال. تعز يعني إذا نسلط الأضواء عليها كثيرا، المشاكل في تعز ليست فقط مقتصرة على انتهاكات الحوثي ومن يساعده، ولكن أيضا مقتصرة أيضا في هناك تناحر بين أهل تعز فيما بينهم البين، يعني تعز مقسمة فيما بينها. فإذا أصبح يعني هناك في عملية يعني الصلح فيما أبناء تعز فيما بينهم، سيفوت الفرصة على الآتي من الخارج. نفس الشيء يعني في المناطق الأخرى إذا تم يعني تجمعات وأصبح المواطن يأخذ يعني زمام المبادرة بيده، أعتقد أنه الحل، لأنه أصبحنا يعني نشوف أنه اللي حادث يعني من الجانبين لا يريدون الحل. أولا حتى الانتهاكات هذه بتسبب لهم يعني صداع، لأنه عملية لو كان في دولة مركزية وأصبح في هناك يعني محاكم مستقلة سيضاردوا في اختلاسات تمت. فهؤلاء الناس يريدوا يعني تطويل الحرب أكبر يعني أطول وقت ممكن حتى يظلوا في ممارستهم ويستفيدوا. الحل الوحيد كما أسلفت دائما هو عملية السلام. إذا وجد السلام والاستقرار ستوجد المحاكم وستوجد الدولة المدنية. لكن السلام الآن دكتور بعد أن تحول الملف اليمني إلى ملف إقليمي ودولي، تدخل فيه السعودية والإمارات. الإمارات بحسب هذه التقارير سمعنا إليها ونشطاء وكتاب التي تسيطر على أماكن لا تستطيع الحكومة اليمنية أن تصل إليها، هذه الوعود التي قام بها التحالف أو جاء بها التحالف لتحرير اليمن من جماعة الحوثي أو استعادتها أو استعادة الشرعية اليمنية، يبدو أنها تبخرت. وكيف سيتحقق السلام يعني؟ والله بالنسبة للتحالف احنا حذرنا من قبل العمليات، كنا عملية الدخول في الحرب بسهولة بمكان ولكن عملية الخروج ليس بالسهولة. اليمن يعني حتصبح يعني دولة فاشلة ولن تستطيع الحل فيها، ولم يسمع للتحذيرات التي أطلقناها
مرارا وتكرارا قبل الحرب وفي أثناء الحرب. الآن يعني أعتقد أنه الآن مستنقع اليمن يعني حيؤثر على ليس على اليمن فقط، السعودية على يعني إيه وشك أن يكون فيها مشاكل كبيرة جدا جدا لأنها استنزفت يعني في الحرب هذه استنزاف كبير، وعملية يعني خروج السعودية من المعادلة إذا تم يعني يعني إذا فقه السعوديون أن المشكلة أصبحت خارجة عن الإدارة ولا يستطيعون دفع الميزانية ميزانية الحرب فستؤثر بعدين حيصبح في هناك بين الإماراتيين ليس بالشكل الإمارات ليس بالشكل التي يعني إيه المهيل لأن الإمارات هي تجند أبناء المنطقة لحماية مصالحها يعني. نعم شكرا جزيلا دكتور حميد الشجين الباحث الأكاديمي. أعزائي المشاهدين شكرا على حسن متابعتكم، ونختم بهذه المتابعة لأبرز ما جاءت به وسائل التواصل الاجتماعي للشأن اليمني. أراكم في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.